السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أشكر الله عز وجل على أن وفقني لأجلس في هذه الدورة العلمية السابعة لعام 42 و400 وألف في المسجد الحرام في شرح كتاب فضل علم السلف على علم الخلف للإمام زين الدين عبد الرحمن ابن الحسن المعروف بابن رجب رحمه الله. ثم ندعو للمسؤولين في المسجد الحرام الإخوة الذين يهتمون بهذه الدورات العلمية، وعلى رأسهم معالي الرئيس العام الأستاذ الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله، ندعو لهم بمزيد من التوفيق وبالجزاء من الله الكريم، فإن ثمرة هذه الدورات لعامة الأمة واضحة، ونفعها عن طريق منصة الحرم عام. وأشكر الأستاذ الأخ الفاضل ماجد المسعودي سلمه الله حيث يقترح علي هذا الموضوع وهذا الكتاب، فأقول إن الموضوع فضل علم السلف على علم الخلف يقتضي توضيح معنى السلف والخلف وما المراد بهما عند الأئمة. فقال ابن منظور الأفريقي في كتابه لسان العرب: سلف الرجل آباؤه المتقدمون، والجمع أسلاف وسلاف، والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل، واحدهم سالف. ومنه قوله أقول انتهى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها: فإنه نعم السلف أنا لك. والخلف ما جاء من بعد قوم، يقال هو خلف سوء من أبيه وخلف صدق من أبيه، بالتحريك إذا قام مقامه خلف. ولكن يظهر من قول ابن منظور أن الخلف والخلف كلاهما بمعنى واحد، وهو من جاء بعد الأول. ويستعار الخلف أيضا بما لا خير فيه، وكلاهما سمي بالمصدر خلف يخلف خلفا. والخلف في اصطلاح علماء الحديث هم الذين الخلف في اصطلاح علماء الحديث هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلف وهم الذين السلف هم الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كانوا على طريقتهم ولو كانوا في زمن الصحابة وهم تابعيون فهم السلف. ثم عمموا هذا المعنى وقالوا: السلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وكل من جاء بعد الصحابة فالصحابة سلفهم، والتابعون سلف من بعدهم، وأتباع التابعين سلف من بعدهم الذين على منهجهم، أي على منهج الصحابة وطريقتهم في الدين عقيدة وعملا وسلوكا.
قال ابن عبد البر: كان قوما من السلف منهم عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب القرظي وعمر بن ميمون الأودي، وهما تابعيان. كان قوما من السلف منهم عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب القرظي وعمر بن ميمون الأودي إذا تلوا، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، يعني إذا تلوا هذه الآية قالوا كذب النسابون. والذي ظهر لي بعد تتبع أقوال الأئمة فالأكثر منهم يستعمل كلمة السلف على الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة في القرون الثلاثة الخيرة المفضلة، والتابعون أنفسهم كانوا يستعملون كلمة السلف على الصحابة. ففي صحيح البخاري قال راشد بن سعد المقري وهو من التابعين مات سنة، بل من أوساط التابعين، مات سنة 80 أو سنة 113. قال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة، يعني من الخيول والبغال للركوب وللجهاد، لأنها من الخلو، هذا تفسير مني، كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر، يعني كان السلف يستحبون الفحولة من الخيول والبغال للسفر وللركوب وللجهاد. قال ابن حجر في تفسيره في شرحه: أي من الصحابة ومن بعدهم، يعني التابعون. وقال البخاري رحمه الله: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقال البخاري أيضا: قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت، قال الزهري، أدركت ناسا من العلماء يمتشطون بها ويدهنون بها لا يرون بأسا. فالمراد هنا بالسلف الصحابة قطعا، ومن أدركهم الزهري من التابعين وهو تابعي. كذلك ظهر لي من تتبع أقوال علماء أهل السنة أهل الحديث من أئمتنا، مثلا ابن تيمية وابن القيم، أن المراد بالسلف هم الصحابة والتابعون والأئمة الذين هم على طريقة الصحابة وهم السلف الأول، ويستعملون كلمة الخلف على التابعين للصحابة وهم سلف من بعدهم، أي الصحابة سلف من بعدهم إلى وقت متأخر، والتابعون أيضا سلف من بعدهم إلى وقت متأخر، وهم سلف من جاء بعدهم في القرون المتأخرة. ولذلك يقولون هذا هو مذهب جمهور السلف والخلف، يعني الخلف الصالح. والصواب الذي قالوا أيضا، والصواب الذي عليه جمهور السلف وجمهور الخلف، صحة الصلاة، هذا من كلام ابن تيمية، صحة الصلاة للمأموم الذي لا يعتقد بعض الأفعال التي يعتقد وجوبها الإمام، مثل التشهد الأخير أو بالعكس، فهذا فيه خلاف شاذ، والصواب ما عليه السلف وجمهور الخلف صحة الصلاة. قال أبو عمر ابن عبد البر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله، فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر، هو الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وقال أيضا ابن تيمية رحمه الله: والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وجماهير الخلف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون على أن اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا قصد به الطلاق فهو طلاق،
وإن قصد به غير الطلاق لم يكن طلاقا. وأيضا مما يذكر من مؤلفات ابن تيمية رحمه الله رسالة في فضل السلف على الخلف في العلم. فأما الخلف قال وأما الخلف أيضا فهذا مذاهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والشافعية والمالكية والحنفية. ثم أقول استعمل أئمة السنة والحديث السلف كل من كان قبل المستعمل لكلمة السلف وإن كان من أتباع التابعين. قال الذهبي في ترجمة حماد بن زيد: لا عالم بين العلماء نزاعا في أن حماد بن زيد من أئمة السلف ومن أتقن الحفاظ، وولد من أتقن الحفاظ وعادلهم، ولد سنة 98 ومات سنة 79 و100. وترجم الذهبي لأبي نعيم الفضل بن دكين المتوفى سنة 18 و200. قال الفضل بن نعيم بن الفضل أبو نعيم الفضل بن دكين التيمي التلحي كان شريكا لعبد السلام ابن حرب الملاي، كان في حانوت بالكوفة يبيعان الملاء وغير ذلك، وكان كذلك غالب علماء السلف إنما ينفقون من كسبهم. فقد ظهر أنهم يستعملون الخلف مع السلف الذين جاءوا بعد الصحابة وهم الخلف الصالح وهم على منهج الصحابة، ولو كانوا متأخرين بعد آخر القرون في آخر القرون المفضلة أو بعد القرون المفضلة. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله في الترجمة قال في محمد بن حسن عبد الله بن أحمد قال ترجم عليه أبي وقال إني لأغبطه، مات ولم يعرف إلا الحديث لم يكن صاحب كلام. فأقب عليه الذهبي قال هكذا كان أئمة السلف، أو علق عليه الذهبي فقال هكذا كان أئمة السلف لا يرون الدخول في الكلام ولا الجدال، بل يستفرغون وسعهم في الكتاب والسنة والنفقة فيهما. وترجم الذهبي لأبي نعيم الفضل بن دكين المتوفى سنة 18 و200. فقال أبو نعيم الفضل بن دكين التيمي الطلحي كان شريكا لعبد السلام بن حرب الملاي، كان في حانوت بالكوفة يبيعان الملاء وغير ذلك، وكان كذلك غالب علماء السلف إنما ينفقون من كسبهم. فقد ظهر أنهم يستعملون الخلف مع السلف الذين جاءوا بعد الصحابة وهم على منهج الصحابة ولو كانوا متأخرين في آخر القرون المفضلة. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي في محمد بن الحسين بن الطريف قال أبي إني لأغبطه، مات ولم يعرف إلا الحديث لم يكن صاحب كلام. علق عليه الذهبي فقال هكذا كان أئمة السلف لا يرون الدخول في الكلام ولا الجدال، بل يستفرغون أسعهم في الكتاب والسنة والتفقه فيهما ويتتبعون ولا يتنطعون. ومحمد بن الحسن بن الطريف مات سنة 40 و200. وقال الدارقطني ومن أحب أن ينظر ويعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى الذهلي، والذهلي مات سنة 58 و200. ثم استعمل الأئمة الكلمة الخلف على الذين خالفوا طريقة الصحابة ومن تبعهم وفي العقيدة والعبادات، فالشيعة والخوارج والمعتزلة والعشائرة وغيرهم الذين بدلوا
وحرفوا ما كان عليه الصحابة، وظن هؤلاء أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف عالم. وتوضحه النقول التالية: قال ابن تيمية: لا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما يقول بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها. من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. وقال: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث أن أو من حيث إن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا. وأن طريقة الخلف استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصوير طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس لله في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة. اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شركوا فيها إخوانهم الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. وصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا به على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يفطنوا لدقيق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. وهذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرين لا سيما والإشارة بالخلف ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ في معرفة الله حجابهم. وأيضا هذا انتهى كلام الإمام. أيضا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله أيضا: وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد والإمام أحمد وإسحاق وإيهاب بن يحيى الزبوري ومثل هؤلاء عبد الله المبارك وأشياء كثيرة. إذا كان مقالة التعطيل والتأويل ما مأخوذ عن تلامذة المشركين والسابعين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين وبدع سبيل الذين أنعم الله عليهم. ثم بعد ذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة، كما يفعله غير واحد من مثل أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي والرازي وغيرهم، ولازم المذهب الذي
ينصرونه تارة أنه المعتمد فلا يثبتون على دين واحد ويغلب عليهم الشكوك، وهذا عادة الله في من أعرض عن الكتاب والسنة، وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحدق وأعلم من الخلف من السلف، ويقولون طريقة السلف أسلم وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم، فيصفون الله تبارك وتعالى أو فيصفون إخوانهم بالفضيلة والعلم والبيان والتحقيق والعرفان، والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه، والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه أو الخطأ والجهل، وغايتهم أن يقيموا آذارهم في التقصير والتفريط. ولا شك أن من المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة ممن أو ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير القرون هذه الأمة، أي صحابة رسول الله، في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة، أن خير القرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة، وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل، هذا لا بد ما هو إلا لا بد لا هذا لا يدفعه هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم، وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على علم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال الشافعي رحمه الله في الرسالة: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علمنا يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا عن أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء حرف واحد يخالف ذلك، لا نسا ولا ظاهرا، ولم يقل منهم أحد قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس في الأرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة إليه بالأصبع، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جال يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة وأمثال ذلك كثير. فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السابقون النافون أو هؤلاء السالبون فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نسا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، ولا يبوحون به فقط ولا يدلون عليه نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقد له. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب
وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد وقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس وقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله وما يستحقه من وما يستحقه من الصفات، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريقة سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة ولم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله من مصادر شبهاتهم التي يسمونها دلائل أنهم تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو السابعين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، ولازم مقالتهم أن يكون الناس تركوا بلا رسالة خيرا لهم، لازم أن يكون الناس تركوا بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم أمن وضلالة. وأول من قال هذه المقالة هو جاد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت إليه مقالة الجهمية. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن العاصم، وأخذها طالوت من لبيد بن العاصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إسناد جهم ترجع إلى اليهود والسابعين والمشركين والفلاسفة الضالين، وأجمع الأئمة على ذم المريسية وأجمع الأئمة على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم في كتبهم، مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الحربي والوصول لأبي عمر الطالمنكي والبيحقي في الأسماء والصفات، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني وغيرها. ذكر كتبا كثيرة في هذا الباب رحمه الله. ثم قال: فعلى هذا مذهبهم أن الأبرار والفجار سواء، وقد قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ثم قد يقولون إن الله منزه عن فعل الشر، وإن الواجب على العباد أن ينزهوه، أن يقولوا إن الواجب على العباد أن ينزه الله تعالى عن خلق الشر. وعلى كل حال، هذا الكتاب الذي هو فضل علم السلف على علم الخلف، رد فعل أو رد على الأقوال الفاسدة التي تقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال هذا الإمام ابن رجب رحمه الله، قد تكلم عليهم في هذه المسائل. نعم.